أبي، الطقس جميل غداً، فما رأيك أن نذهب في رحلة عائلية؟ أخي العزيز، لما لا توجه السؤال لنا جميعاً لتأخذ رأينا؟ نعم يا فهد، وجه السؤال لنا جميعاً. هل تعلم يا فهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه دائماً؟ وهل كان للنساء دور في مشورته؟ طبعاً يا فهد، خير مثال على الشورى في صلح الحديبية عندما فرغ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، أمر أصحابه أن يحلوا الإحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فلم يقم أحد، فدخل صلى الله عليه وسلم على زوجته أم سلمة فذكر لها ما حصل، فأشارت عليه أن يبدأ بنفسه فينحر ويحلق، فأخذ بمشورتها وعمل بما أشارت عليه، فلما رأى المسلمون ذلك قاموا فنحروا وحلقوا رؤوسهم. قصة رائعة يا والدي، تعلمت درسا له أهمية كبيرة، وهو ما خاب من استشار.